بيان إلى الرأي العام في خضم معاناة إس دي شنغال، حيث التهديد والوعيد وآلام مئات العوائل في انتظار عودة أسراهم وأسيراتهم، تصدر محكمة الموصل قرارها بإعدام 4 شباب إيزيديين من أهالي شنغال بذريعة قتلهم لاثنان من العرب في السنة الماضية، ورغم المعطيات الكثيرة التي تؤكد عدم ضلوع هؤلاء الشباب بها، خاصة بوجود علاقات تاريخية بين عشيرة الشمر وإس دي شنغال، ورغم المواقف الإيجابية من شيوخ وأبناء تلك العشيرة الصديقة والعريقة، فقد حاول أصحاب النفوس الحاقدة ممن يحملون الغلة تجاه الإيزيديين وإيزيد خان إلصاق تهمة القتل لشباب لم يثبت اقترافهم لتلك الجريمة، مؤكدين بذلك وجود أياد ما تريد ضرب أهل شنغال وتوظيف هذه الجريمة لابتزاز شنغال شعبا وإدارة وتكرار مآسيها، ومحاولة استغلال الحادثة المؤلمة لتمرير صفقات يمكن لوعي المجتمع الإيزيدي في كل مكان معرفة خباياها. أن صدور مثل هذا الحكم وفي هذا التوقيت يعتبر طلقة أخرى في صدر الإيزيديين الذين يتوزعون في المخيمات والمهاجر، يجمعهم هاجس واحد ألا وهو عودة فلذات أكبادهم وأسراهم الذين ما زال مصيرهم مجهولا. يؤلمنا نحن الشابات وشباب الإيزيديين في روجآفا هذا القرار الظالم الذي يجدد الألم الإيزيدي خاصة والكردي عامة، ويعيد للأذهان منطق القوي عددا الظالم المقتدر بحق من يراه ضعيفا أو حتى أدنى منه مرتبة حسب ذهنية قذرة كانت سببا في التخلف والضعف والهزيمة. من هنا ومن قناعاتنا بأن الحكم مستعجل ويحمل في طياته هواجسنا التي نعلنها دون مواربة، فأننا نناشد ضمير العالم برمته أن يهيب للدفاع عن مظلومية 4 شباب لا ذنب لهم سوى انتمائهم لدينهم وأخلاصهم له ولسهولهم وجبالهم شنغال الحياة والروح. نناشد كل ضمير حي أن يهيب لنجدة 4 شباب سيكون ألم فقدانهم كبيرا كبيرا. كما نناشد المنظمات الإنسانية التي تدافع عن كل شيء من جماد ونبات وإنسان أن ترتقي لمستوى مهمتها العالية وتمنع حدوث هذه الجريمة النكراء التي تترجم علنا حقد المخططين للنيل من إدارة شنغال وقواها الأمنية والعسكرية والمجتمعية، مما يعني في المحصلة الاستمرار في ضرب الوجود الإيزيدي ومحاولة اجتثاثه من شنغال. نرفع صوتنا عاليا لا لمخططات ضرب جبل شنغال وهو عمق وملاذ الإيزيديين دائما، لا لقتل شباب شنغال بتخطيط من رعاة القتل والحقد. المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة الذين دافعوا بقناعة المحب الغيور عن شنغال حجرا وترابا دينا وتراثا كبيرا من الفن الذي يؤرخ تواريخ الظلم والاستبداد والأحقاد وكذلك البطولات وقصص المحبة والمجد. عاشت شنغال وإدارتها من أبنائها المخلصين الخزي والهزيمة لمن يريد سلب هذا الإيزيديين البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة 26/4/2021. دانا شنغالي بيجي برخوا دانا شنغالي بيجي برخوا دانا شنغالي بيجي برخوا دانا شنغالي. نافي من ايغان شيخو اندام مال ازديال ريما حسكي شخويش بوي اف بلياراكو محكمة موسل دايج بر حقي هر شهر خورتي ما يزديده يعني فخويم بينن تشكي شاش يعني شبوي في بلياري يعني خو وگر نوی باش بیش برگه بیش از گلی از دی یعنی بزن بند شو فرمال وان رابو یعنی وقت بیش حین هان که زیادی 3000 انسان دسته داشت ده یعنی حکومت عراقی محکم عراقی یعنی براق هرن او انسانی گو از دی کشتن فرمانی ده او انسانی یعنی سیر بی مسلکش داشت بو یعنی شری از دیا کردن انسانی از دی دسته آن هاتم کشتن برای هر نوع انسان محکمه بکن پیش رو وقت بیش بین از دیا وگر انسان کی گو مشکلی کوی او کوی هبه یعنی چار خورت یعنی وقت بیش هیم برینه ای گلی از دی هیم راحت نبونه برینه اگدن یعنی جبو از دیا چار خورت از دیا وقت بیجه اعدام بکن یعنی براستیم تشکی شاج دبینن و بانگامش خوی المنظمات دولی یعنی دوی ملفی وقت بیشت خبر بدن بکن وی ملفی دش برگو ملتیمه از دی یعنی گلی که شاید فرمانه ده و حیان هنکی جی پریج دبینن یعنی هیدی ملتی از دی ودگرشنگالی وقت بیجه خو آواد که یعنی
وافتشتي وها وقت بيجي روبدن يعني او فجر نامين انسان ما يزديك وبخوازن فجر شنقال يجي نما فتجرش بر حيان هانك يجي حكومة عراق يعني بشوازك اذا عشين يزيكي ازدياد بي يعني وان يزدي وك مواطن عراقي قبول ناكي يعني مش خوي في شاج دبينن يعني حكومة عراقي قرك ابنيرين اقليز يا بنش برقى يزدي انساني جنسيوان عراقين انساني عراقين شبوي فيجي شبوي محكمة عراقي يعني براستي امد بيجن بانغا مشوار هي الخوفه جارين في محكمه وقت بيجيب شكلك يا وازك راس بدن مشاندن نابي منالين رشو اجو كنت ماما مالا ايزيتيامي لهري ما حسكي براستيج بو في اغاهيا فيتشتي غوتشيد بيل كو حكومتا موصل للسيرفر هر شهر خورتي ايزيديا كرن اف حكم داني ام ايزيدي بخو ام جنة بيراني يعني اف فان خورتا تشتاق نكري حتى في حكمي السرسري وان بكي فرمانه شنگالی چهل هفته و چهار فرمان شنگالی رابویه و هیچ برینه وان ساق نبودن. تخصص نبود برینه ال ازیدی آخر امروزش تجاری قبول نکن برای وی حکمی سر وان هر چهار خورتار راکن و تحکمی وانی کو سر ازیدیا بس چکن ایده ازیدی هیچ برینه وان ساق نبودن برای بلا خوش ازیدیا فکن. فاروق توزو افسر که مرا ازدیا هرما جزیره شخیر و مداخیانی اک دا آن کامل شاغی مرا ازدیا هرما جزیره امل شاغی حسکینه. لگوری دخوازیا ملت ازدیل لهرما حسکه هات خواستن گو ام داخیانی که بدن سر او بیارا گو لشنگاری چه بویش خوش داد گها موسیل بریارک درکتیه لگوری به بریاره چار خورتی ازدی خودی گراوید بیژن یعنی اوان کشتنا دک هساکریه عشیره شمر همه آگاهیه گو جهلا شنگاری تین و لگوری دانستن دنیم و لگوری نرینه ای راگهاندنی جی همه داخویانی جی دبیجن اف کسانا جی بیرینه یعنی نه لگوری وی آستا گو بوی رنگی ای حسانی وان دادگاه بکن ام دبین دادگاه کرنا وان و بریارا گو درحقا وان درکتیه نمکرین جبو او ایشو آزار ایگو جواکا ازدی هینا تیدنه هین دوان ایشه کسی وان ایش در ودنه ایگو چارنوسا وان ندیاره ایش بو ویجی براستی دی وک جمعت خواستن وک جواکا ایزدی لی هرما جزیره امجی هلوستا خو بگرن امجی وک دبی پشگیرکی جبو وان چار خورتی ایگو براستی جی بریارات در حقا وان ده وی گلکی زحمتی و ایشه جبو جواکا ایزدی وی بینه وقت برچ عواي جي حتى انا كا هنا فرمانا اد 1014 ايشاوي دزكي مالبات ازدياد ماي جنو كچو خورتو زارو كينا لچولان لسر جغرافيا قالك دفري ال دردوري شنغالي هين وندانه جبو ويجي ام دبين قالك زوكرن جبو في برياري تيد هي ادني جي راستي ام دبين الغوري برجوانديا و اجنده ایگو خدمتا وان کسی ایگو تخوازه شنگال وی ریفه بری بمینه شنگال ریفه بری آوی بسر نکوه او ویانا وی گو جروک جروجاد دیروک دی ایرو هاتی سر عرده وک پراتیک ام دبینن وی زرار گلکی مزن بگینه و تعداد گلکی خورت جبو جواکا ایزیدی گیشتی و جواکا شنگال تایبت وی بی کرن نرازی بودن جوک های زدی لهمبر بریار حکمت بغدادی یا کوب در وکرنا چار خورت نزدی یا کوب بیسوجن ایروجی لمال ازدیان یا شاخ حسکی اف بریار هاتشار مزار کردن.